يا نبيل انت بتقول ايه؟ يعني ايه صلاح تقبض عليه؟ طب هو عندك؟ طب انا جاي. فاكر يا عبدو لما كنت اترجاك ما تطوعنيش، واول ما اقولك ايه تعدمني تجري هوا تعمل لي اللي انا عايزاه. كنت اسالك اقولك وانا لازم يعني ادعي على نفسي عشان تعمل لي اللي انا عايزاه، تقولي ما اقدرش اسمعها، اللي زيك ما يتعدمش من الدنيا ابدا، تسود وترخص في عيني. ادي كسبتني لوحدي يا عبد والدنيا بتلطم فيا، اروح لمين بعدك؟ فكرت اروح لابويا، يا عيني عليه موت نفسه بالحياة لأجل العيلة تعيش بالحلال مش بالحرام، وأخويا واقع فيها. عيني عليك يا نصرة، عيني عليك، ما انتيش مسعودة في أي حد من اللي بتحبيه. آه يا مش تخبط قبل ما تدخل، مؤاخذة يا أما معرفش إنك هنا. مالك يا أما؟ مالي؟ وكل حد يشوفني يقول لي مالك؟ أسيب لكم البيت وأمشي؟ بتكلمي أبويا يا أما؟ نبي يا اخويا تسيبني السعادة. طب ما تكلميني انا، بصيلي هتلاقي فيا منه. كلميني يا ام وانا هريحك واسمعك زي بالظبط. يا حبيبي ربنا يديك طولة العمر والصحة، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي. ولا ليها عزم جيتك، وان كان على بضاعتك هترجع لك وزيادة. مرضي؟ وقول لي مرضى صلاح، وبضاعتي وزفتي ما تولع البضاعة. أنا جاي أطمن عليك وعلى الوقعة اللي أنت وقعتها. الوقعة اللي وقعتها؟ بقول لك يا سعيد، ما تسيبك بقى من وش الحنية اللي مش مطبع عليك ده. إيه يا جدع الأفلام دي كلها ورامي بضاعة بالشيء الفلاني عشان توقعني؟ هو أنت عليك بالسهولة دي؟ أوقع مين يا صلاح؟ هو أنت دماغك ياض جايباك إن أنا اللي وقعتك؟ أنت اتجننت ياض ولا حصل لك إيه؟ حصل لي إن طول عمري ظهري في ظهرك، تشايلني مهما تشايل ما بقولش غير أمين. شفنا الموت سوا ودوسنا عليه برجلينا، إنما أنت بقى أول ما إيدك طلت العالي اتنهت ودوست على صاحبك وهرسته. هرسته؟ ده انت شايل بقى جواكم عبي من زمان. يعني بتضحك في وش السنين اللي فاتت دي كلها يا صلاح، وانت النار قايده جواك عماله بتاكل فيك. ولما انا جاي عليك قوي كده يا صلاح، صبر عليا ليه؟ مستني تلم الخير وترسق نفسك وتلف حوالين رقبتي؟ عندك يا سيد، صلاح ما بيخونش. وسيد ما بيخونش يا صلاح؟ الشغل من ورايا ده ايه؟ وكلام اللي جبته على الارض؟ تمام يا اخي، عايز ابقى معلم زي زيك، ليا اللي ليك وعليك اللي عليا يا صلاح. يعني ايه يا سيد؟ يعني المعلم مفيش حد بيسحبه من وعيته غير دراعه. طلع بقى نفسك من هنا يا سيد المعلمين. تمام يا باشا، لجنة التفتيش وسط وجينا على هنا. يا باشا مش وقت تنظيف دلوقتي يا عم جد الله. قضية يا باشا. بقول لك مش وقت التنظيف، ارجع زنزانتك. اللجنه هتيجي تلاقي الطبانجه بتاعت حضرتك موجوده. سلام يا باشا. بقول لك ايه؟ لو جاي بقى عشان تقول لي انت غلطان وانا حذرتك ان الكارد اخرته وحشه، قصر وامشي. يا ابني مش جاي اقول لك الكلام ده. يا الله، انا عارف انك انت مش صغير وانت عارف كده من زمان. انا جاي اقول لك ما تقلقش، انا واقف جنبك لغايه الليله اللي انت فيها دي ما تخلص على خير ولا ما تعديش. معلش، مسير اللي غفلني يعرف مين هو صلاح سلطان. ما منوش فايده الكلام ده صلاح،
انا عايزك ما تفكرش غير في المصيبه اللي انت فيها دي. فكر انك لما تطلع من هنا تمشي في السليم بقى وتبعد عن السكه العوجه دي. فين ايه؟ ها؟ وازاي ما تجيش تطلع عليها كل ده؟ ايه والله ما عارف اقول لك. قصر يا سلطان وهات اللي في صدرك. ايه حصل لها حاجه؟ لا ايه ما حصل لهاش حاجه. ايه عدت عليا وبعتها لك دي. وقالت ايه؟ ملوش فايده بقى. قالت ايه؟ قالت لي انها مش عايزه تشوف وشك تاني عشان خايفه على سمعتها. الحكومه هيجي على الواد ده بالذات، مع اني صلاح مش غشيم عشان يوقع وقعه زي دي. اسمع طيب، انا عايزك تقلب الدنيا وما ترجعش غير لما تعرف مين اللي عيب عليه. ملهاش عزا سايق يا عم، حل روحك عني. لا حبستي هتصغرني قصادك ولا مجيتك هتعليك في نظري. ما انت يا صلاح لو هديت وسمعتني هتشبك ايدك في ايدي وتخرج من هنا رافع راسك. كلمه في الثانيه شميت ريحه الولع اللي في صدره من ناحيتك وعرفت ان عمرها ما هتطفي، فمحسوبك الطيب جاب النهايه وخلص. قالوا صغير للحكومه. بلغت عنها طيب؟ انت بتقول ايه يا راجل انت؟ ايه اهدى اهدى يا ابو صلاح. سيد ما يستاهلش حلقتك دي. سيد خلاص سلمك تسليم اهالي وحطك تحت جزمته، ولو هو باع انا شاري، عندي اللي يشيلها ووقتي. قلت يا عم مش حال هو اللي لف عليك واشتغل من ورا ضهرك؟ اسمع طيب عشان تهبط، مش سيد بخارست اللي بيه صاحبه اخوه. وانا بعتها فوق. ما تخبطيها في وشي كده وتقولي لي امي امشي، بدل قله القيمه اللي انا فيها دي. مش هوقك، عايزه تقعدي البيت بيتك، عايزة تمشي فرقي من سكات. الله، هو في ايه؟ ما فضناه، قلت لك غصب عني. والله العظيم كان غصب عني، الراجل كان مستأمني على سره، وانا بصراحة خفت اخش بينكو ان انتوا الاتنين تقعوا في بعض. كل حي عمل اللي في دماغه، انا لا هلوم حد ولا هعتب على حد. يا تعب قلبي ياني. ايه يا بت، هو ليه كلكوا كده جايين عليا؟ خبيت عليكي عشان بحبك، خايفه تتقهري، ووقفت في سكته خفت يروح مني. هو لا سدت حنكي نفع ولا فتحتها نفع، اعمل ايه انا دلوقت؟ طب بقول لك ايه يا نصر، صوتي يا اختي، زعقي، خرجي اللي في قلبك، بس ما تكتميش في نفسك كده كتمه وحشه. انا لا هصوت ولا هزعق ولا هعمل اي حاجه، تخافيش يا اختي. لا يا اختي انا مش خايفه، انا بصراحه خايفه منك. ايوه يا نصر خايفه منك. وهو اللي زيي تخاف منها في ايه يا حسرة؟ انا اخرتي ازعل انقهر. يا حبيبتي انا ولونيا رايحين جايين على بعض، كل شوية نقول نصرة اتغيرت، ما عادتش زي الاول. الاول لما كانت بتزعل الدنيا كلها كانت بتاخد من زعلها نايم، وما تفرح الدنيا دي كلها كانت بتقيد. لكن انتي كاتمة في نفسك وساكتة، وانا حاسة ان كتمتك دي وراها نصيبة. لما يكون الزعل من اي حد، لكن سيد ما اقدرش. لو زعلته هنكسر وهبقى حد تاني، حد انا نفسي خاف منه. خير يا طيب اللي فكرك بينا؟ مش فضت معلمك خلاص واندرت على غيره؟ وانا مش جاي لفودة، انا جاي لك انت يا ست الكل لاجل العيش والملح. وما يردنيش ان العالم كله يبقى داري باللي بيحصل وانت على ودينك لمؤاخذة. انت عايز ايه بالظبط يا حمادة؟ نصرة بنت جلال هتبقى حرم فودة وضرتك وعن قريب قوي. انت اتخبلت في مخك يالا انت ولا ايه؟ اللي سمعتيه، ولو مش مصدقة الطيب تأكدي بنفسك، ولو عوزت أي حاجة رقبة الطيب جاهزة.
يا كبير، ده انا اول مره احط عندك. يعني يابا لازم تديني مقامي برضه. مقامك؟ مقام مين يا جعير؟ هو انت رزقك ليه مقام؟ ده انا عفيت عنك صدى اياد. ليه كده بس يا كبير؟ ده مفيش حاجه حصلت في بيت فوضى الاسمر الا لما حطت في حجرك بالصمت. تمن عمرك اياد، ولو اللي انت جاي تهرف انت مش قده هترخص روحك. اخلص. وانا مرضي يا كبير، علشان اللي هتسمعه مني الليله مش يساوي عمر انا وبس، ده يساوي عمر المعلم جدالله ذات نفسه. اقول الله يرحمه ولا الله يفك حبسه؟ اسمع يا معلم جدالله مات وشبع موت، ولو فودة مالي دماغك بكلام ماشي بنطارة واستدخل ورحمة أمي لا شقك نصين. ما أنا قصيت على اللي فيها يا كبير. لا وقصيت على اللي أوسخ من كده كمان. عارف مين يابا اللي ورا رمية المعلم جدالله في السجن؟ سلطان. سلطان هو اللي بلغ عنه. أنت بتقول إيه؟ وجبت الكلام ده منين؟ رحمة أمي يا كبير. أنا سامع سلطان وهو بيقول لي فودة بنفسه. ولو مش مصدقني يابا راح يسأل، ولو لقيت كلامي غلط انا هحل روحي بايدي. ربنا يخليك يا كبير. سيد انت كان انت سيد ابويا يا سلطان. كلمه ورد غطاه، انت اللي بلغت عنه. مين اللي قال لك الكلام ده سيد؟ ليه يا سلطان؟ ده انا عملتك زي ابويا، فتحت لك بيته ودخلتك على عياله، تطلع انت اللي مبلغ عنه. مين اللي قال لك الكلام ده يا سيد؟ انت ماسك فوقها يا سيد؟ هي اخرتها كده؟ خش ليك ماسك فوقها يا سيد ابو خالد. هات اهمت قول السعادي، قول يا صلاح، قول يا صلاح. اهدى يا سيد، اهدى ما تضيعش اللي بينا. ما عادش في حاجه بينا يا سلطان. انت تصدق الكلام ده على عمك سلطان؟ ماشي يا سيد، أنا مش هرد على السؤال اللي سألته لي. أنا أي حاجة. روح لأبوك يا سيد واسأله. قول له سلطان عمل معاك إيه؟ اسأله الأول يا سيد. تلاقيه عارف وراضي. بعد ما ترجع من عنده، تعالى لي. هتلاقيني مستنيك. وأنت إزاي عرفتي توصلي لي؟ حبيبتي مش دي القضية. أنا حكيت لك إني كنت صحفية قبل ما أبقى مذيعة، يعني عندي سكك كتير. الفكرة دلوقتي في إن إحنا إزاي هنتصرف في مشكلتك مع معتز. أنا حاسة إنه هينفذ تهديده فعلا ويقدم بلاغ للنيابة وندخل في سين وجيم. عشان كده لازم نسبق وناخد أكشن قبل ما يقدم البلاغ، وإلا هتلاقي نفسك فجأة داخلة في سكة قواضي ومحاكم، ومش بعيد تلاقي روحك كمان في السجن. مش كده؟ مخبيش عليكي، اللي زي معتز ده بيستمتع انه يستقوى على اللي زيك، اللي لسه بادئين طريقهم ومفيش حد في ظهرهم. يا ريتني بقى قابلته ولا اتكلمت معاه من اصله. رحاب حبيبتي، خلاص اللي حصل حصل، المهم دلوقتي انك تواجهي الموقف وتدافع عن نفسك. ايوه هعمل ايه بس يعني؟ تعملي اللي قلته لك، هتطلعي معايا في البرنامج وتقولي كل اللي حصل وما تخافيش. لا اطلع ايه؟ لا يمكن طبعا، قلت لك مش هينفع. لا تقدري، لما تعرفي ان دي الطريقه الوحيده اللي هتطلعك من المصيبه دي هتقدري. أطلع أقول إيه؟ أثبت التهمة على نفسي أكتر؟ دي حاجة متسجلة وصوتي طالع فيها. كرنيه صغير باسمك وصورتك من أي جورنال مستقل، ساعتها الموقف كله هيتغير لصالحك. نزلتي تعملي شغلك في مهمة صحفية عادي وبتسألي هرتل بالكلام. كرنيه؟ وأنا أجيب كرنيه زي ده منين؟ ده عادي أطلعه لك حالا. هو انتي بتعملي معايا كل ده ليه؟ اعتبريها مساعدة، رد جميل لحد وقف جنبي زمان زي ما انا واقفة جنبك دلوقتي. anyway يا رحاب، دي فرصة ممكن توقفك على رجليكي من جديد، اوعي تضيعيها. ليه يا ماما؟ عملت فينا كده ليه؟ عملت ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ انت فاضي بقى وجاي تقلب في القديم؟ ما انت عارف شلت المخدرات اللي وقعت بيه ولا نسيت؟
لا ما نسيتش، بس انا عرفت كل حاجه. صاحبك اللي وقعك مش الشيلة. مين اللي قالك الكلام ده؟ فودة؟ لا سلطان نفسه. غدر بيك وأصرف عمرك بعيد عن عيالك. لا وفي الآخر بتأمن علينا. وفي حد يرضى كده؟ قبل ما لسانك يوزك وتغلط في أبوك. سلطان ما غلطش. كله بكيفي. أنا وسلطان طول عمرنا كتفنا في كتف بعض. الصح والغلط، بس هو قراها قبل مني. قال لك الغلط ما ربيش ولاد الحلال. حاول يردني ما رضيتش. قال لك ابطل ما سبتوش وتربط الدنيا فوق دماغه وغصبته على انه كمل. قام غدر بيك وبلغ عنك عشان يخلص منك، مش كده؟ بعدين راح عمل ايه؟ بل ايده في الحلال وربى ابنه. ابنه طلع وسخ منه، وانا طلعت اوسخ منك. انا مفيش اوسخ مني يا سيد. انت ما تعرفش عن ابوك غير الراجل اللي الدنيا داست عليه ورميته هنا. لو الدنيا دي فيها وساخه انا اللي علمتها الوساخه. لولا سلطان واللي عامله معاكو كان زمانكو ضعتوا. انت كمان بتدافع عنه؟ والزمك تحب على راسه. سلطان ما غلطش، انا اللي اكبرت على الاذى. الأذى ما طلقش لوحدك، الأذى طلق كلنا. عشان كده حقق نفسه قدامي وعقد كلمته قدامي إنه حاجة عليك ويحميكم من نفسكم. وحمانة؟ ما أنا قدامك أهو، مشيت في نفس السكة اللي أنت مشيت فيها. يمكن لو كنت في وسطينا ما كانش ده حصل لنا. أنت اللي اخترت السكة اللي أنت ماشي فيها يا سيد. ولا ايه؟ عارف اللي قاهرني وقاطع فيا مش انك ماشي في الحرام، لا انت بتفكرني بجدارنا بتاع زمان اللي مش هيرد الروح الا لما يقع. ارجع يا سيد، ارجع يا ابني قبل ما تقع وما تلاقيش اللي يردك. لا مش هرجع، وهفضل مكمل عشان مفيش حد يقدر يوقعني. عارف ليه؟ عشان مفيش حد يستجري ان هو يبيع سعيد بوخارست. يا دهمت بقى، ما خلاص لميناه. يعني ايه يابا؟ يمد ايده عليك كده بالسهل؟ هو احنا ايه، هفق؟ طب ايه رايك بقى انا هجيب لك حقك، ولو مش عشانك هيبقى عشان انا. وانا عاجز عن جايباني الحق يا ولد، بس ده موضوع بيني وبين سيد وبين ابوه، ما تدخلش انت فيه. الله، هو انا اتحمق لك تزعل؟ انا فضلك برضه تزعل؟ هو انا ابنك ولا انت لاقيني في الشارع؟ لا يكون سيد بخارست هو ابنك انا مش داري. يا ابني بس تبقى على الصبح، اليوم لسه ما ابتداش. وكفايه اللي عاملاه يونيا واخده الواد وعماله تلف بيه على بيوت الحاره. ولا دار اخر الغلبان الظاهر قدره ما يحنش عليه الغريب. ولا من الصلب ما ينفعش. انت بترمي تقول يا صلاح؟ سيبك كلامها هيزعلك. خلص يا صلاح وانا مش عارفك، هات اللي في جوفك واخلص. شوف يابا، انا عشت طول عمري اضحك عليا من اقرب الناس. مره من اعز اصحابي اللي داس عليا وبعني بالرخيص، مرة من اخته اللي حبيتها وكنت مستعد اموت نفسي واخش جهنم عشانها. وبصراحة بقى انا ما يخلصنيش تفضل عايش مضحوك عليه. انا مين هو؟ من الاخر الواد ابن ايمان. مش ابنك يا مصلح، مش من صلبك. انت بتقول ايه؟ انا بقول الحق وعندي 100 طريقة اتاكدها. ده ودينا فين؟ عارف، وعشان كده قلت لك كلامي هيزعلك. فكني بقى. يا بنت حوب مالك في ايه؟ حلمت بابويا
كان بقالي كتير قوي ما شفتوش. جالي وقعد معايا وكان زعلان عليا. زعلان عليا قوي وبيعيط. خدني في حضنه ودموعه غرقت رقبتي. أنا خايفة يا سيد. خايفة قوي. إيه ده يا أخو؟ خايفة من إيه؟ موضوع شكله مش موضوع حلو. لو مرة تشوفك كده مالك في إيه؟ سيد أنا في مصيبة. مصيبة إيه؟ ما تقلقنيش عليك. أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي أقدر أروح له إلا أنت. الراجل اللي اسمه معتز ده اللي صوته طلع في التسجيل كلمني وهددني على اللي عملته معايا. الكلام ده حصل إمتى؟ ما قلتيش بسرعة ليه؟ كنت خايفة. خايفة من كل حاجة حتى منك. بس خلاص ما بقتش قادرة أستحمل بصة الناس ليا وكلامهم عني. بس أنا عارفة إن مفيش حد في الدنيا دي ممكن يقف جنبي إلا أنت يا سيد. ومن إمتى وأنت بتخافي مني يا رحاب؟ خلاص ما تقلقيش أنا هتصرف. أنا آسفة والنعمة ما كنت عارفة إن كل ده هيحصل. حقك عليا سامحني. خلاص بقى قلنا ما تخافيش. طب على الحرم ما حد يقدر يقرب لك ولا يمس شعرة منك. كله بقى تمام. خلاص بقى. خلاص. إيه دي بنت ما تخافيش. امسك يا اخويا. شيل الواد يا اخويا كده على دراعك. هننه وحسسه بيك. الواد قرب ينسى شكلك. بالحق يا سلطان. كنت قصدك في قرشين كده يا اخويا عشان عايزه اروح لامي على طلعه النهار. كنت عايزه اخد لها حاجه كده عليها القيمه تحت باطي. امك ايه؟ انت تستقبلها وليه؟ انت مش قايله لي ان امك مسافره؟ شوفي بقى انت عايزه تزوقي على فين وجايبها في امك. تزوقي؟ نهار اسود انت بترمي علي يا راجل. ازق على فين يا اخويا؟ وانا هروح فين يعني غير عندها؟ قول كده بقى من الصبح. انت يا اخويا مستخسر القرشين؟ خلاص بلاش، خليك على راحتك يا حبيبي. بقولك ايه، ما تبقى تروح لها انت. والله فوت عليها كده، اهو منه تعمل الواجب وتتأكد من كلام حريمك يا سلطان. ما بالراحة يا اللي على الباب. يو أنا مش هخلص من العيلة دي يا رب ولا إيه؟ طول عمري بسمع عنك وعارفه انك مره حلوه، نصيبها فاتها وراضيه بالمقسوم. متشكره يا حبيبتي، الهي ربنا يسعدك. شكلي كنت غلطانه. شوف مين اللي بيتكلم يا مره. لو كنت فاكره اني مزغلله عين جوزك اللي الهي ما يوعيش بيهم تبقي مره هبله. انا ما ببصش على اشكالتي. بس هو بصلك. فودة مش رايدك زي ما الراجل بيريد مرة. لا، فودة عاوز يتجوزك عشان يذل اخوكي بيك. ما قدرش عليه، قال يضربه في حريمه. يبقى راجل مطيور. واللي جمعكوا يا اختي كان على حق. انا واخويا ما حدش يقدر يدخل بينا ابدا. واللي ما يقدرش على راجل ويتلف على حريمه ما استعنهوش شبشب في رجلي. ويلا يا اختي بقى وريني جمال خطواتك. يلا يا حبيبتي سكي الباب وراك. ده ايه البلاوي دي؟ خد يابا، خد تعالى. عامل ايه؟ الحمد لله. تشرب حاجه ولا هتقول لي خلي معودنا على الزبدوه؟ طب شويه سكالانس في الثلاثين يا عم. ايوه كده تعجبني يا عمور. والله كان بود اوثيق في دقنك، بس انا كنت معكوش عكشه اصعب منها. انت طلعت جدع يابا، عجبتني. عجبتك؟ في ايه يعني؟ انت هتستعبط يالا؟ ده النصريه كلها بتتكلم على الواد الصغير اللي غز الطيب. جدع. تشكر يا عم. عارف اللي عاجبني فيك ايه؟ ان انت شكلك الشاوي هتفضل في دمك، هتفضل على طول شقي، مش هتهدى زي خالك. هتظبط كلامك يا عم صلاح، ماله خالي؟ انتهبل يا
أنا أقصد إن خالك ده كان بكلمة منه بيقفل المنطقة بيطربقها، إنما دلوقتي بقى هادي ما بقاش يحب المشاكل، فهمت؟ ما هو أقرزني برضه بكلمتين كده وقال لي ما تتكررش تاني وبتاع، خايف عليا يعني. مش قلت لك بس أنت بذمتك ينفع يتخاف عليك بعد اللي أنت عملته ده؟ ياد ده مفيش شنف في النصرية يستجرى يعمل اللي أنت عملته. بجد يا عم صلاح؟ أمال بشتغلك ياه؟ طب تصدق بقى بإيه؟ أنا من دلوقتي أنا وأنت شقاي، يعني الشقاوة هتبقى بيني وبينك مش بيني وبين خالك. قشطة؟ أصل يا صاحبي. حبيبي، سلام يا عمور. خد يا واد. إيه يما صحتك؟ هو أنا كنت نمت من أساسه؟ أنت فين لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت في الحارة تحت عاملين تقسيم أنا وأصحابي. يا واد أنت عايز توجع قلبي أكتر ما هو موجوع. ليه بس يا أم؟ أنا عملت إيه؟ شوية مع أصحابي وشوية عند خالي. يا واد أنت بطلت تروح التمرين، جرالك إيه؟ يا أم أنا خلاص بقيت البرنج، بعدين مش عايز أتعبك. ووفر فلوس. فلوس؟ وأنت مالك أنت ومال الفلوس؟ أنا كنت اشتكيت لك؟ يا ولا دماغي مش قادرة تتوجع بيك ولا بدنيتك. وتتعبي نفسك بيها ليه بس؟ مدينة زي الفل اهي. زي الفل. يا واد اكبر، حس بامك، شوف الحمل اللي عليا ده، المصايب عماله تتحدف عليا من كل ناحيه. هتبقى انت كمان يا حبيبي. بعد الشر عليك يا ام. طب وغلاوتك عندي ما انا مزعلك تاني. يا رب يا رب يا حمر يا رب. خش يا واد نام. يلا. تركيبة جديدة ازاي يا ابو خريست؟ مكساية حباية جدول على سنة مزاج من عندنا، عملنا تركيبة نوفي هترقي روحها وتسيطر في السوق. اوكي، بس ليه دلوقتي؟ مش معنى؟ انا اقولك ليه دلوقتي. الحكومة شدة السلخ على البرشان، في 3-4 ايام لمت الترامادول والترامجاك اللي في السوق دي، العيال بتسف تراب. العيال من دول يتلام على حباية بجنيه بيروح يبيعها ب100 جنيه. اللي انت بتطلبه ده مش سهل، ده عايز مصنع أدوية بحاله. ما تفكرش في عامر. وليه بس ما فكرش في عامر؟ ده بيزنس. في ديل ما بيننا انه ما يتدخلش في أي بيزنس خاص بيه. ده لو الدنيا حلوة، بس احنا دلوقتي في حالة طوارئ، في حظر برشام. اسمعي الكلام ما فيش وقت. ولا أنت خايفة لا يرفض؟ مش موضوع إنه يرفض. سيبني أفكر وأنا هقول لك. ماشي، بس على السريع. لو ليلي صحيح، تعرفي واحد اسمه معتز الكاشف؟ اعرفه كويس، عنده فضيحة البلد كلها بتضحك عليه فيها. مش معنى اقول لكن ما قلتليش بقى يا بولبول، هو سيد هيعمل ايه بكل المحلات دي؟ مش فاهمه يعني. المحلات دي يا ست سيد جابها لاخواته، كل واحد محل هو نفسه يظبط لهم حياتهم، وكل واحد يعمل المشروع اللي عايزه في المحل بتاعه. يا حبيبي يا سيد، طول عمره مجدع وابن حلال وباله دايما في اخواته، ربنا يخليهم لبعض. لكن انت مالك بقى النهارده؟ مالك زعلان كده ليه؟ لا مش زعلان، مفيش حاجه. لا مش زعلان، مفيش حاجه. لا في حاجه يا اخويا. ايه؟ تكونش كان نفسك في محل المحلات دي يحييك بيهم سيد؟ أنا مش عارف يا يونيا، الدنيا ملطشة معايا كده ليه؟ كل الناس ماشية في طريقها زي الفل من قدام، ما عدا أنا هوب ومحلك سر. إيه بس اللي جرى يا بول؟ ما أنت زي الفل أهو يا أخويا. لا أنا مش زي الفل ولا حاجة، أنا مش عارف حظي ليه ملطش كده مع الحريم، ولا واحدة عايزة تبص في وشي. طب أنا أقول لك على حاجة، النهاردة وأنا بشتري المحلات دي كنت بشوف كل اتنين جايين يشتروا شقة ولا يأجروها، عرسان يعني، كنت بفرح بيهم وافرح لهم، بس زي ما بفرح لهم بحزن على نفسي وعلى حظي. لا ما تقولش كده يا بول، بصيرة تفرج يا حبيبي، كل شيء بأوانه. تفرج منين بس يا يونيا؟ انا عارف حظي والعكوسات اللي فيه، انا عارف انا هفضل كده طول حياتي ولا هتجوز ولا هيبقى ليه علاقه بالجنس التاني ده. الله، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تفهم من بقك، نصيبك هيسيبك ويجي لحد عندك. وانت طيب وابن حلال يا فلفل، تستاهل كل خير، وربنا هيبعت لك واحده كده زي يوغوتي. يا خلاص يا خلاص، ايوه كده، وريني ضحكتك الحلوه.
خد بقى اشرب الشاي وفكها، وان شاء الله انا هرقص لك وزغرط لك يوم فرحك اللي هيكون قريب. قول يا رب. بعد ذلك يا نصر هتفضلي مدريه وشك عني كتير، انا سايبه بالي شويه ومش عايز اعاتبك. وهو يعني كان حصل ايه؟ ما انا وانت اهو كويسين. اديك قلتيها، انا وانت ما طول عمرنا واحد، ليه خليتينا دلوقتي اتنين؟ مش بخاطري يا سيد، انت اللي ماشي في طريق ما اقدرش اجاورك فيه، وانا ما رضاش انت تجاوريني فيه. انا عايزك بس ترجع معايا زي الاول. بلاش يا سيد، الاول كنت سيد اخويا حبيبي اللي محاجي عليا انا واخواتك وبتاكلنا بالحلال، ودلوقتي ما بقتش شايفك خالص. الحرام مدارك من ساسك لراسك كانك واقف وراه، وانا مش عارفه اطلع عليك. ابوس ايدك يا سيد، بلاش، افتكر ابوك. مبقاش ينفع، مبقاش فيها رجوع يا نصر خلاص. ولما انت مش عايز ترجع للخير عايز مني ايه؟ عايزك توقفي جنبي، انا الدنيا كلها وقفت قصادي، سلطانه ما سمعتلوش، وميسا ما قدرتش عليا، حتى ابوكي، ابوكي ما عرفش يجيب معاها النهايه. أو أنا كل دول بقى ما فرقش معايا زعله، بس أنت لا، ما أقدرش أشوف نفسي صغير في عينيكي. خلاص اسمعي، أنت كسرتيني قبل كده وسامحتك، ما فيهاش حاجة لما تسامحيني. طب مش عشاني، عشان خاطر إخواتك، البتر حد داخلة في مصيبة، والله أعلم الكور وراها إيه. أهري يا حبيبتي حكايتها حكاية، وأنا طول عمري في ضهركم، بس مش لوحدي، طول عمري كنت واقفه في كتفي. عارفه ليه؟ عشان البيت ده تمام ويتلم، انا بحاوط من بره وانت بتضم من جوه. يا نصر لو حد فينا وقع البيت كله هيكور ورا بعض، والقرش الحرام مش هيضيعه. ابوك قالها كلمه، قرشك لو حرام طينه بق الغلبان يغسله. يا لهوي، انت عايز تحل القرش بلقمة الغلابة والمساكين؟ هتضحك على ربنا؟ ربك رب قلوب يا نصر. اهدي انت بس، اهدي وصفي من ناحيتي وسيبيه عليه. ونعم بالله، ربنا يبعد عنك الشر يرضى عنك. قادر يا كريم.